بقى انا طبعا عندي معاك مسابقه يا عبد الرحمن، ان شاء الله خير. لو انك انت قلت البرومو كامل انا حنعطيك كرت البيانة وكرت مدار. لا مأكد لك مش حنقولها كامل، بس يلا. انا حافظ ثلاثه جمل يعني. انت لو تقولها تاخذ التبي، انت تاخذ كل شيء. عزابي بياخذ من الجائزه. طب خليني نتهنى شوي عزابي. شو التبي يا عزابي تاخذ؟ نعطوك جهاز سكر. بيتسو. لا ما عنده محتاجة، هو بيعطي لي شخص معين هو طلبني فيه، وإن شاء الله ما يكون إلا عند محمد العزابي إن شاء الله. ومحمد العزابي من الناس اللي اشتغلت أنا وياهم من 2013 ولا 14 اشتغلنا مع بعضنا، وديما في رمضان وديما كل ما نشتغل لازم تكون في حرب. لكن ديما شغلنا جو أحلى من هيك ما فيش، وإن شاء الله كل سنة وأنت طيب. به يلا نبدو. الله غالب الله غالب ما في قايلة. يلا نورنا. نورتنا في عز القايلة. لا وين يا حسرة. نورتنا في عز القايلة. نورنا في عز القايلة. نعدلوا مع بعض المايلة ونحكوا في شيء مش ممكن تتخيله. ده هذه الحاجة الوحيدة اللي حفظها. بس قايلة صح. ولو انه تعتقدوا ان عبده قايلة صح كامل واني يستحق نعطيه الكارت البيانو والمدار، قولوا لي ايه اعطيه او لا. فيلا واللي بصوت لي بنهدي للكارت اللي بناخده. شنو الغرامات هذه؟